يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل قول القائل محمد رسول الله وتكرار ذلك فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟ هل إيش؟ هل قول القائل محمد رسول الله وتكراره فقط ذكر يؤجر عليه العبد؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكمل الركن الأول من أركان الإسلام، ما يقول محمد رسول الله فقط. نعم.